سيداتي أنساتي سادتي، والآن مع فقرة الفيل الأزرق. أنا مش مصمود. شريف، شريف مجنون. انت شفتيها من عمر ما تحلم تشوفها. طبعا دي حاجه جيده جدا للفيلم. مهرجان مراكش مهرجان مهم، مهرجان كبير، مهرجان عالمي، وزي ما احنا شايفين كده رائع على مستوى التنظيم، على مستوى الافلام المعروضه، على مستوى لجنه التحكيم، على مستوى المكرمين. فاحنا بنتكلم في مهرجان وحدث سينمائي مهم، يعني عام بعد عام مهرجان مراكش بياخد ثقل اكبر دوليا وعالميا يعني. فطبعا حاجه جيده جدا بالنسبه لنا ان احنا متواجدين في حدث سينمائي مهم زي ده. انت ذكر صحيح، قلب ميت. بسم الله على مقامك اهو طالع متخرش، ولا تاخد مرايتي تبص فيه؟ يا ما راح زيك واصغر منك كمان، كانوا عاملين 100 راجل في بعض. انا حياتك تاني. بص، انا بشوف ان صناعه السينما لازم تكون متنوعه. هديلك مثال جيد جدا. السنه دي في 3 افلام جابوا ايراد تقريبا 100 مليون جنيه، اللي هم الجزيره الجزء الثاني، الحرب العالميه الثالثه، والفيل الازرق. معناها ايه؟ ان والثلاث افلام مختلفين تماما عن بعض من حيث النوع. الجزيره فيلم اكشن، الحرب العالميه الثالثه فيلم كوميدي، والفيل الازرق فيلم سسبنس او ثريلر. معناها ان التنوع مهم، وان الجمهور عنده قابليه ان هو يتفرج على انواع سينمائيه مختلفه مش نوع واحد. العدو الاول للسينما وللفن عموما هو الرتابه. انت بداخل فيلم عارف هيحصل فيه ايه، انت بحس انك شفته قبل كده، او ان هو يبقى فيلم ما فيهوش جهد او ما فيهوش حاجه جديده. انما الافلام اللي لما بيبقى فيها مجهود كبير، فيها عنصر مفاجاه بالنسبه للمتفرج، المتفرج بيستقبلها بحراره كبيره جدا. طب راعي سنك يا راجل، يعني ما بتحسيش؟ ده انت رجل على باب الاوضه ورجل على باب القبر يا زكي. شويه الكراكيب اللي اسمها زكي باشا دي خلاص، انا مش هخرج من هنا عريان، لا انا ولا هي، حتى لو بقينا جوزها. كل واحد مننا في سكه، انت بتربي دقنك وداخل على سكه مشيخه، وانا بلبس قصير ومبسوطه كده. مين بقى اللي هيتجوز ارمله دبلوم تجاره وفرقه بيتها عيان؟ انا. عايز تبقى ظابط وظابط بوليس كمان يا طه؟ طب ما تبقاش تنسى ترجع الدواسه قدام باب الشقه بعد ما تخلص شغلك. دي شقه زكي الدسوقي. زكي باشا دي فاكراني ايه؟ باشا تايواني؟ هو طبعا ان علاقه الادب بالسينما هي علاقه قويه جدا، بكلم حتى على السينما العالميه، وهي الادب هو المصدر الرئيسي للافكار في السينما. اتفرج كده في السينما العالميه الموجوده هتلاقي ان دائما هناك نص ادبي، وفي احيان في افلام كبيره جدا بيعتمدوا على الادب. ده شيء طبيعي على فكره، مش شيء خاص او مش شيء مختلف. الحاجه الثانيه، الواحد ما بيلاقيش برضو قدامه سيناريوهات بهذه القوه يعني اللي موجوده. اكون صريح معاك يعني، لما بيبقى في اعمال ادبيه تقيله، وانا رايي ان في اعمال ادبيه كبيره جدا، سواء من كتابنا يعني الرموز، استاذ نجيب محفوظ ودكتور يوسف ادريس، طه حسين، وكل الليسته القائمه الكبيره بالاسماء دي، او الاجيال الجديده او جيل الوسط في الادب. هذه الاعمال تصلح جدا جدا ان يتم تقديمها على الشاشه. هو يعني انا ما بختارش الميزانيه، انا بختار الفيلم. والله الفيلم اللي انا بختاره طلع يعني حجمه كبير، خلاص هو ده علشان الاختيار. انما انا المهم الواحد يختار الفيلم اللي هو حبه، ويطلع بقى بفلوس كتير تكلفته او بفلوس قليله، المهم يبقى مصروف عليه مظبوط. هو ده اللي انا يعني ما بحبش ان انا يعني اجامل فيه او اتنازل فيه. لو الحاجه لازم احترم المتفرج، المتفرج هيحترمني جدا لما يلاقي ان احنا بازلين الجهد وعاملين الحاجه بشكلها المظبوط. طبعا يعني انا بصراحه شايف ان احنا في مصر عندنا امكانيات ان احنا نعمل كل الانواع ونعملها مظبوط، بس هي الاهم حاجه، اهم من الفلوس بكتير جدا، الجهد والالتزام اهم من الفلوس. انت ممكن يبقى معاك فلوس كتيره جدا وتحضرها، انما الجهد والالتزام والبحث الطويل جدا هو ده الاهم من الفلوس.
جنبي.